هشرحلكم اليوم عن شبكة العين الذهبية وليش هي مهمة وليش أني حرصت إنه أني أقدمها. شبكة العين الذهبية هي تشتغل ويا العين الثالثة إلك، أوكي، تسمح لك أن تنتقل من مكان إلى آخر، أوكي، من خلالها. طبعاً بها أتيون دوزنة أو تناغم. مثلا في مرة من المرات لما كنت ساكنة في بغداد، جيراني صار عندهم صوت عالي، أطفال كثير تبكي، أم وأب يتشاجرون مشاجرة بصوت عالي وصراخ وبكاء، يعني كانت حالة مأساوية. فكل اللي أنا سويته حتى أوقف اللي يصير، استخدمت العين الذهبية وانتقلت بطريقة ما راح أشرحها في خلال الكورس إلى بيتهم. لما انتقلت هناك كانت الوضعية مأساة، مشاجرة عنيفة، الأطفال يبكون. كل اللي سويته بديت أرسل طاقة الحب باستخدام طبعا الريكي وباستخدام تقنيات راح أعلمها لكم، طبعا باستخدام مساعدة الملائكة وياي. فأرسلت أني والملائكة طاقة حب لكل أفراد الأسرة، للأم للأب للأطفال حتى يسكتون. كانت لحظة جنن، وفعلا مثل السحر، يعني بعد لحظات الأم والأب تصالحوا وبدوا يحضون أطفالهم وسكتوا. وذاك الوقت رجعت لمكاني، ومرة ثانية اتكرر الموضوع في ولادة شخص عزيز عندي. هي كانت ساكنة في أمريكا، فسويت نفس الشيء أيضا، اتصلت بالعين الذهبية وانتقلت لغرفة العمليات وبدينا أني والملاك رفائيل بإرسال الطاقة إلها حتى تسهل ولادتها. والحمد لله على هاي القدرات اللي الله سبحانه وتعالى وفرها للإنسان. أحد المرات أيضا كنا في بيت أحد الأقارب، وفجأة تنريد نروح لكن ضيعنا شيء خاص بينا، وبقينا احنا وهاي العائلة نبحث ونبحث ونبحث وملكي، لحد ما اتصلت بالعين الذهبية حتى اطلب انه تساعدني اعرف مكانه وين. وفعلا دلتني على مكانه، ومباشرة فتحت عيني ورحت لهذا المكان ولقيته، والكل اتفاجأ. واحد المرات لما كنت ساكنة في ماليزيا ضيعت تليفوني. طبعا تليفوني كل شغلي بالتليفون، يعني كله. فأيضا اتصلت بالعين الذهبية وطلبت منها انه تلقيني مكان التليفون، وفعلا دقائق ولقيته. أيضا احد المرات كنت اريد ارسل تخاطر قوي لشخص، فاتصلت بالعين الذهبية ومن خلال اني اكون داخل تفكيره واوصل له رسالة، دقائق ووصلت له رسالة. والحلو ايضا بالعين الذهبية انه تخليكم تعرفون حقيقة تفكير الشخص المقابلك، هل هو من الخداعين، هل هو صادق ام لا، هل راح يغدر. وبعد كل هذه التجارب اللي أنا مريت بيها قررت إنه أنا أعلمها بأفضل احتمال لكل من يشترك وياي. فالعين الذهبية هي عين الحقيقة، عين الحكمة، عين الإدراك، عين التخاطب، عين المساعدة. وطبعا مثل بقية الدورات اللي أنا أقدمها حتكون هناك متابعة على طول دائما، يعني مو بس تخلص الدورة وأعوفكم، لا،
التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ادخل حسابي على الإنستغرام واضغط على الموقع اللي في البايو وسجل.